عفاش إني رفضتك واتخذت قراري، فلن أقبل منك بعد اليوم أعذاري. لا سلطة في الحكم تعلو سلطتي، فالحكم حكمي والقرار قراري. فأنا الشعب وأنا الشرائع كلها، أنا اليمن الجديد بلا افتخاري. أنا من صرخت بوجهك ارحل فكان الرحيل بلا انتظاري. وأنا من جعلت من مخرجات الحوار خبزا ساخنا وثمارا على الأشجار. وأنا من قاومت جيشك بإرادة الأحرار وعزيمة الثوار. وأنا من قاومت جيشك بإرادة الأحرار وعزيمة الثوار. وأنا من أمرغ أنفك بالتراب كل يوم فانظر لوجهك في نشرة الأخبار. أنا إن دمرت لي داري فكل السعيدة داري، وإن قتلت أخي فلي ألف ألف أخ بجواري. وإن مزقت أجساد الصغار وبثيت الرعب في كل الأزقة والحواري، فلن تعود إلى كرسي الرئاسة لا بالحرب ولا بالحوار. إني رفضتك واتخذت قراري. تحتفل تعز اليوم بالذكرى السادسة لثورة 11 فبراير العظيمة. هذه الثورة التي غيرت حياة شعبنا اليمني وجعلت هذه الثورة شعبنا يعيش في مرحلة جديدة. هذه اللوحة العظيمة التي نراها اليوم ونشاهدها لجماهير محافظة تعز، بأن ذلك الزخم الذي كان قبل 6 سنوات لم يفتر شعبنا في مسألة دفعه في اتجاه حقوقه وخياراته في بناء اليمن الجديد الذي ينعم فيه شعبنا بالحرية والعدل والكرامة. كانت ثورة 11 فبراير فارقا زمنيا بين عهد كان فيه من التخلف والقهر والقمع إلى عهد طمع فيه شعبنا أن يكون في مرحلة من الحرية والعدل والكرامة. اليوم تعز تتحدى في هذه رافعة رأسها في مواجهة كل من يقف ويحاول إيقاف أهداف ثورة 11 فبراير في خيارها في بناء الدولة المدنية الحديثة. تعز قاومت الانقلابيين فيما أرادوا أن يصادروا أهداف هذه الثورة، ما عملوا الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، حققوا انتصارات قوية بدعم من إخواننا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. هذه الجماهير اليوم تطمن كل شعبنا اليمني في مختلف محافظات الجمهورية إنها على عهدها السائرة في خيارتها الواحد الذي لا خيار غيره، هو بناء اليمن الواحد الذي ينعم بالحرية والعدل وبناء الدولة الاتحادية الحديثة. هذا اليوم العظيم، هذه الذكرى العطرة على قلوبنا، ذكرى 11 فبراير، ذكرى الثورة السلمية الشعبية الشبابية التي ثار فيها الشعب اليمني وقدم فيها الشهداء وقدم فيها التضحيات. هذا اليوم العظيم يوم من التاريخ لم تصنع أشعته شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا. فهنيا للشعب اليمني هذه الثورة الشعبية التي جاءت لتحقيق الهدف الأول من ثورة سبتمبر الذي كان فيها التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما. فالشعب تحرر من الاستعمار ولم يتحرر من الاستبداد، فجاءت 11 فبراير لتقول للمستبد ارحل ارحل، فإن الشعب اليمني الذي رحل الاستعمار من الجنوب اليمني فإنه قادر على ترحيل الاستبداد من يمننا العظيم. هذا الشعب اليمني بثورته الخالدة ثورة 11 فبراير التي هي امتداد لثورة سبتمبر وأكتوبر، اليوم يقدم آلاف الشهداء والتضحيات للانقلاب الذي قام به المخلوع والحوثي. الانقلابيون الذين أرادوا أن يسرقوا ثورة 11 فبراير، لكن الشعب اليمني بجيشه الوطني وبمقاومته الشعبية كان لهم بالمرصاد، وكانت لدول التحالف العربي الدور العظيم في إسناد الشعب اليمني بالقضاء على الانقلاب والعودة إلى الشرعية. لقد قام الانقلاب ضد الدولة الاتحادية، ضد الأقاليم، ضد مخرجات الحوار الوطني، ولكن الشعب اليمني اليوم وبقيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي وبمشروع اليمن، مشروع الحوار الوطني، مشروع مخرجات الحوار الذي هو الدولة الاتحادية من 6 أقاليم، هذه الدولة الاتحادية اليوم يقف الشعب اليمني مع رئيسه ومع دول التحالف للقضاء على الانقلاب. وها هي الانتصارات اليوم في ذكرى 11 فبراير، ينتصر الشعب اليمني في كل الجبهات، في صعدة ومارب وفي تعز وفي المخاء
وفي بيحان وفي كل بلاد اليمن. الثورة منتصرة ومتجددة ومستمرة، وعلى الباغي تدور الدوائر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 11 من فبراير في ذكراه السادسة اليوم يعيد ألق الثورة من جديد ويجدد حماسة الثوار ليكونوا سندا للمقاومة والجيش الوطني نحو استعادة الدولة وتحقيق أهدافهم. طبعا الذكرى السادسة ل 11 فبراير هي ذكرى انطلاق الثورة في العام 2011، وتعتبر هذه الثورة هي مرحلة فاصلة للشباب اليمن بشكل كامل، وتواجد الحفلة اليوم هو دليل على إصرار الشباب لاستكمال أهداف هذه الثورة التي خرجت لإسقاط نظام المخلوع صالح. وإن شاء الله خلال بإصرارنا سنحقق هذه الأهداف عما قريب إن شاء الله. اليوم نحتفل بالذكرى السادسة لثورة 11 فبراير الذي خرج الشباب من كل مكان من كل المحافظات إلى ساحة التغيير إلى ساحة الحرية، يريدون إسقاط نظام علي عبد الله صالح الذي ظل 33 سنة قاسم على السلطة وعثى فيها الفساد. خرجنا اليوم لنجدد العهد للشهداء ولنجدد العهد لليمن بأكمله، بأن ما زلنا ما نظن على العهد وبنفس العزيمة التي بدأنا بها، ما زلنا هنا بنفس الانطلاقة التي انطلقنا بها ب 2011. نؤكد للجميع ونؤكد للعالم أجمع بأن سنستمر بثورتنا حتى نهاية الدرب وحتى تحقيق كافة أهدافها المنشودة، سواء سلميا أو بالمقاومة الشعبية والجيش الوطني مستمرون حتى ننصر بإذن الله. في الذكرى السادسة لثورة 11 من فبراير تجسيدا للشهداء ووفاء لهم، اليوم الذي سطر فيه اليمنيين أروع الملاحم بسلميتهم، اليوم الذي دخلنا فيه بيمنا جديدا، يمنيا بلا توريث بلا ظلم بلا استبداد، يوم الحرية والكرامة والعدل والمساواة.